السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس علي جمال من كورس السي شارب. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنشرح الشروط المتداخلة، يعني بمعنى بسيط كده هي عبارة عن إف وجواها إف أخرى، يعني شرط ومع الشرط ده هحط له شرط تاني داخل الشرط دوت. خلينا نشوف دوت على مثال بسيط. هعرف إنتجر متغير أعداد صحيحة مثلا اسمه اي، وهنسند له قيمة مثلا ب10. طيب انا هقول له اف اذا كان الاي هي اكبر من 0، وافتح قوسين. مفروض في الحالة دي ان الاي لو اكبر من 0 فهيبتدي ينفذ لي الكود اللي داخل القوسين. طب ما تيجي احط اف تانية، شرط اخر داخل الشرط الاساسي. طيب يبقى اول شرط اللي هو الاي اكبر من 0 لو تحقق هيبتدي ينفذ لي الشرط الاخر اللي انا هكتبه دلوقتي، اللي هو اف اذا كان اي اصغر من او يساوي 100، ابتدي نفذ لي الكود اللي داخل القوسين. طيب خليني اكتب له رسالة مثلا كونسول دوت رايت. هقول له اي القيمة بتاعته هي اقل من 100، تمام. طب خلينا بخلاف ذلك else، وافتح قوسين واحط له، هقول له ان الاي هي اكبر من 100، تمام. خلينا نشرح الكود مع بعض وايه اللي حصل. احنا اول حاجة عرفنا متغير من نوع انتجر، بعدين سميناه باسم الاي واسندنا له قيمة ب10. بعد كده حطينا شرط اف اذا كان الاي هي اكبر من 0 فابتدي نفذ لي الكود اللي بين القوسين. بعدين حطيت جوه القوسين الاف اف اخرى، يعني شرط اخر ان الاي لو اصغر من او يساوي 100 فقول لي ان الاي هي اصغر من او يساوي 100، بخلاف ذلك قول لي ان الاي هي اكبر من 100، تمام. بكل بساطة ده شرط متداخل مع شرط اخر، يعني اول حاجة ادينا له شرط وكمان جوه الشرط ادينا له شرط اخر ينفذه في حالة معينة، ان مثلا الاي هي اصغر من او يساوي 100. بعدين قلنا له بخلاف ذلك اللي هي الالس، اطبع لي ان المية هي ان الاي هي اكبر من 100. طب تعالى نجرب برنامج مع بعض عشان الامر يتضح. تمام، هو طبع لي الاي هي اصغر من او يساوي 100، تمام، اللي هي الرسالة اللي موجودة داخل الاف اللي هي التانية. طيب تعالى كده نشوف البرنامج ماشي ازاي، يعني الديباج. نضغط ستارت. اول حاجة هو ارى ان الاي هي تساوي 10، جه عند اول شرط لقاه متحقق ان الاي هي اكبر من 0، فابتدى هيخش داخل الاقواس ويبتدي ينفذ الكود بتاعي. جه عند اول سطر لقى اف اخرى، هيبتدي يتحقق هل الاي هي اصغر من او يساوي 100. لقاها فعلا هي اصغر من او تساوي 100، فابتدى هينفذ الاقواس الاخرى للاف التانية. ابتدى هنا هينفذ وهيطلع لي الرسالة اللي هنا وقفل القوس وتلاشى طبعا الالس، لان خلاص هي اول الاف الثانية هو نفذ خلاص الكود داخل جوه الاقواس، فخلاص هو ما بينفذش الالس، يعني خلاص هو اول شرط تحقق. تعال نشوف الشاشة ظهر عليها ايه. ظهر عليها فعلا نفس الرسالة ان الاي هي أصغر من أو تساوي 100. ده بشكل بسيط كده للشروط المتداخلة.
بتستخدمها كتير في، ممكن في الألعاب، ممكن تستخدمها في حاجات كتير جدا في البرامج بتاعتك، وإن شاء الله ده هيوضح بعد كده أكبر. وبكده أنهينا حلقتنا النهاردة. بذكرك إن أنت قبل ما تقفل الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وعمل مشاركة للفيديو عشان يستفاد غيرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.